الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على آلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله: ما دليل اشتراط اليقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة: سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ ذكر رحمه الله تعالى سؤالا عن الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين بلا إله إلا الله لفظا ومعنا. والمراد باليقين الاستقرار الجازم بها في القلب، فاليقين أصله من الاستقرار، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يستقر بدنك بخروج روحك منه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يستقر بدنك بخروج روحك منه، وذلك بالموت. ذكر رحمه الله تعالى دليلا من القرآن ودليلين من السنة. أما دليل القرآن فهو قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قوله آمنوا بالله ورسوله دليل على الشهادتين كما مر معنا قبل ذلك، ثم جعل لازما لإيمانهم عدم ارتيابهم وعدم الارتياب لازم لحصول اليقين. فالمؤمن لا يرتاب لأنه موقن بلا إله إلا الله، بخلاف المنافقين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالتردد والارتياب، فقال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومعنى قوله تعالى ثم لم يرتابوا، أي لم تكن نفوسهم مضطربة قلقة، بل كانت مستقرة مطمئنة، وهذا هو اليقين الذي اشترطه أهل العلم في هذه الكلمة العظيمة. ثم ذكر دليلا من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
غير شاك فيهما. الشك هو بعض الريب والشك مما يدخل في جملة قلق النفس واضطرابها، وهذا مخالف لليقين. اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون غير شاك بهما، بمعنى أن يكون موقنا للشهادتين. ثم ذكر جزاءه في قوله إلا دخل الجنة، في قوله إلا دخل الجنة، ثم ذكر الدليل الثالث وهو أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون صاحبها مستيقنا بها قلبه، وجعل جزاءه دخول الجنة. فلا إله إلا الله التي تنفع صاحبها وتدخله الجنة هي التي يقولها موقنا بها قلبه، هي التي يقولها موقنا بها قلبه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرطة الثالث من شروط لا إله إلا الله، وهو الانقياد، وذكر عليه دليلا من الكتاب ودليلا من السنة. أما دليل الكتاب فهو قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الآية عامة، لكن يدخل فيها الانقياد والإخلاص. فإسلام الوجه لله عز وجل هو الانقياد، فإسلام الوجه لله تبارك وتعالى هو الانقياد. والمراد بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، والمراد بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث أخرجه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة على تاركي سلوك المحجة، ذكره أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة على تاركي سلوك المحجة، وذكره غيره. وهذا الحديث ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه حديث شديد الضعف، ف
فمدار الحديث على نعيم بن حماد الخزاعي، وهو كثير الخطأ وليس له متابع. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لم يحسن من صحح هذا الحديث، والحديث وإن كان ضعيفا إسنادا إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح يشهد له عمومات الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه النصوص تدل على معنى الحديث، وكلها تدل على أنه لا يعتبر بقول لا إله إلا الله، وكلها تدل على أنه لا يعتبر بقول لا إله إلا الله إلا إذا تضمن الانقياد لله عز وجل. فالمؤمن منقاد للا إله إلا الله، والكفار والمنافقون لا ينقادون لهذه الكلمة، بل يتولون عنها وعن دين الله، ويعرضون عنها وعن دين الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى عنهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا عنهم: وتولوا وهم معرضون. فالكافر والمنافق لا ينقاد لدين الله عز وجل، ولا ينقاد للا إله إلا الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، فقال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال: قول الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، الآيات. وهذا الدليل يؤخذ به بلازمه، فالله عز وجل ذكر في هذا الدليل شأن من لم يقبل
لا إله إلا الله، ورتب عليه الجزاء، قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم، وما كانوا يعبدون. وحالهم ذكره في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهذا هو الشاهد من الدليل، قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ذكر الله ذلك على سبيل ذمهم، فذكر أنهم مستكبرون عن لا إله إلا الله، فذكر أنهم مستكبرون عن لا إله إلا الله، والمستكبر هو الذي يرد الحق. وهناك فرق بين الجاحد والمستكبر، فالجاحد هو الذي يبطل الحق بالكلية، أما المستكبر فهو يقبله لكنه لا ينقاد له. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا. الحديث ودلالة هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه، ومعنى القبول أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات ولوازم ذلك، ومعنى القبول أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات ولوازم ذلك، بأن يقابل الأخبار بالتصديق والأوامر بالالتزام. قد يقول قائل ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ والفرق بين الانقياد والقبول يتضح في ثلاثة أوجه. الفرق الأول هو أن الانقياد يتعلق بالباطن والقبول يتعلق بالظاهر. الفرق الثاني هو أن القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي، والانقياد بعد امتثاله. أن القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي، والانقياد يكون بعد امتثاله. فإذا رأيت إنسانا مثلا أخطأ في صلاته فصلى صلاة لا تصح، فقلت يا فلان أعد صلاتك، فقال إن شاء الله ثم صلى، فقوله إن شاء الله هذا قبول، وإذا صلى فهذا انقياد. إذا رأيت إنسانا يخالف أمرا شرعيا فبينت له وجه الأمر الشرعي فقال إن شاء الله أفعل، فقوله إن شاء الله هذا قبول، وفعله لما أمرته به من أوامر الشرع هذا انقياد. الفرق الثالث هو أن الانقياد يخلو معه القلب، يخلو
معه القلب من المنازعة. قال الله عز وجل: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما القبول فقد يشتمل القلب على منازعة تحتاج إلى مجاهدة، الفرق الثالث هو أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة. قال الله تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وهذا هو الانقياد. أما القبول فقد يكون معه شيء من المنازعة، لذلك أيهما أشرف وأجل عند الله تبارك وتعالى؟ الانقياد. الانقياد أشرف وأجل لخلوص قلب صاحبه من منازعة أوامر الرب تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم ذكر الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، فقال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ السؤال: الإخلاص ذكرنا قبل ذلك عند كلامنا على شروط قبول العمل أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، فالإخلاص هو أن يصفي العبد قلبه من إرادة غير الله تبارك وتعالى، لذلك من صفى صفي له. والأدلة على الإخلاص ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 أدلة. أولها قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وأعظم الدين وأعلى مراتبه هذه الكلمة لا إله إلا الله، فلا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يقولها صاحبها وهو يبتغي بقولها وجه الله عز وجل، لا يريد بقولها مصلحة دنيوية، وإنما يقولها مبتغيا وجه الله تعالى. الدليل الثاني قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ودلالة هذه الآية كسابقتها، أمر الله عز وجل عباده بإخلاص الدين له، بإخلاص الدين له، وأعظم الدين وأعلاه وأعلى مراتبه لا إله إلا الله، فأمر العبد أن يخلص في لا إله إلا الله لربه تبارك وتعالى. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الشفاعة الذي انتفع بلا إله إلا الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الذي انتفع بلا إله إلا الله، هو الذي نطق بها،
مخلصا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله يبتغي بذلك وجه الله، هذه هي حقيقة الإخلاص. فلا إله إلا الله التي تحرم صاحبها على النار هي التي قالها صاحبها مخلصا لله تبارك وتعالى فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، فقال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ دليل الصدق من كتاب الله عز وجل هو قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات، قوله أن يقولوا آمنا، هذا هو قول لا إله إلا الله. ودلالة هذه الآيات في قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمفلح في هذا الابتلاء هو الصادق، الذي قال لا إله إلا الله صدقا. فالصدق إذن من لوازم قول لا إله إلا الله. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. ودلالة هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه حرمه الله على النار، فقوله صدقا من قلبه صدقا حال من فاعل يشهد، صدقا حال من فاعل يشهد، بمعنى أنه قيد للعامل ووصف لصاحبه. فإذا انتفى الصدق لم ينفع قول لا إله إلا الله. فإذا انتفى الصدق
لم ينفع قول لا إله إلا الله. وأيضا ذكر حديث الأعرابي وهو حديث مخرج في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الشهادتين وعن شرائع الإسلام فقال في آخرها والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق. ودلالة الحديث بينة في قوله أفلح إن صدق، فإن لم يصدق فإنه لا يفلح. فالصدق شرط لهذه الشرائع من الشهادتين والصلاة وإيتاء الزكاة. والفرق بين الإخلاص والصدق هو أن الإخلاص هو توحيد المراد سبحانه وتعالى، والصدق هو توحيد الإرادة. فالصادق من المخلصين لا يكون في قلبه حال توجهه إلى الله عز وجل إلا الله تعالى. فالصادق من المخلصين لا يكون حال توجهه إلى الله عز وجل إلا ربه سبحانه وتعالى، فلا يوجد في إرادته ما ينازع توجهه إلى الله عز وجل. فالصدق هو توحيد الإرادة، أن يكون مقصوده فيما يبتغيه من عمل هو الله عز وجل، فلا يشارك إقبال قلبه وتوجهه غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثم ختم شروط لا إله إلا الله بذكر الدليل على الشرط الأخير، فقال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ والمراد بالمحبة محبة هذه الكلمة وأهلها، والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله يحب عباده المؤمنين، وعباده المؤمنون يحبونه. فالمحبة كائنة من الطرفين، والدليل من السنة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديث، ودلالة هذا الحديث في قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا ظاهر في اشتراط المحبة، لأن العبد لا يجد حلاوة الإيمان
حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. ثم بعد أن انتهى من شروط لا إله إلا الله ذكر سؤالا يتعلق بالشرط الأخير، فقال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ وهذا السؤال متعلق بالسؤال الذي قبله، بالسؤال الذي قبله، وهو محبة لا إله إلا الله ومحبة أهلها. فالموالاة من لوازم هذه المحبة، والموالاة تشتمل على المحبة وزيادة، والمعاداة تشتمل على ضد المحبة. فالموالاة المرادة في الكتاب والسنة هي المحبة والنصرة، هي المحبة والنصرة. والمعاداة هي البغض والنفرة، والمعاداة هو أن يبغض وأن ينفر، أن يبتعد. ففي الموالاة معنى زائد على المحبة، لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموالاة بعد ذكره للمحبة. والمراد بالموالاة موالاة من أحب الله وأحبه الله من المؤمنين. والمراد بالمعاداة لأجله معاداة من عاداه الله من الكافرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، أولها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية دلت على أمور، أولها بيان حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إذن اتخاذهم أولياء محرم، والتحريم أفدناه من نهيه سبحانه وتعالى في قوله: لا تتخذوا. ثانيا هو أن هؤلاء اليهود والنصارى بعضهم يتولى بعضا، في قوله: بعضهم أولياء بعض. ثالثا ذكر التولي، وأن من تولى اليهود والنصارى فإنه منهم، وأن من تولى اليهود والنصارى فإنه منهم. والتولي هو الميل والرضا القلبي المقتضي لمحبة دينهم.
والتولي هو الميل والرضا القلبي المقتضي لمحبة دينهم. فأهل العلم فرقوا بين التولي والموالاة، فالموالاة جعلت محبة لأمور الدنيا، والموالاة ليست مختصة بالكفر الأكبر، فهي كفر دون كفر. أما التولي فهو محبة ورضا في القلب وهي مختصة بالكفر الأكبر، والتولي مختص بالكفر الأكبر. الدليل الثاني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. دلالة هذه الآية في أن الله عز وجل نهى عن موالاة الآباء والإخوان، نهى عن موالاة الآباء والإخوان إذا جعلوا الكفر مقدما على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان. الدليل الثالث قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قوله تعالى من حاد الله ورسوله يعني كانوا في حد غير حد الله ورسوله، فالله ورسوله في حد وهؤلاء في حد آخر. وقيل معنى قوله من حاد الله ورسوله أي جعل بينه وبين حزب الله الحديد وهو القتال، فقاتل أنصار الله تبارك وتعالى. والمحادة دليل على المعاداة، بل المحادة هي أعلى البغض وأعلى المعاداة وأعلى المعاداة، فالمحادة هي منافرة كاملة. الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه ولا هنا لا النافية، نفى الله عز وجل أن يكون من المؤمنين من يحاد الله ورسوله. ولا هنا نافية، نفى الله أن يكون في من يؤمن بالله واليوم الآخر من يواد ويوالي أعداء الله عز وجل. وهذا النفي أبلغ من النهي، يعني الله عز وجل ما قال يا أيها الذين آمنوا بالله واليوم الآخر لا توادوا من حد الله ورسوله، نفى أن يكون في المؤمنين من يواد من يعادي الله ورسوله، فهذا نهي وزيادة. يعني لا يتخيل أن مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر ومع إيمانه بالله واليوم الآخر هو يواد من يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الآخر الرابع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذه الآية نهى الله عز وجل فيها عن اتخاذ أعداء الله تبارك وتعالى أولياء، والنهي للتحريم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.